بيحبك والله يا تيتا، انت اللي ظلموه. انت كدابه وانا حاسه بكل حاجه. محمد علي علي بيحبني انا؟ يا مدام ممكن اسالك سؤال؟ مين محمد علي علي علي؟ ايه ده مين ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ جاوبيني ورد عليا، انا بسال حضرتك. مش سامعاك حضرتك. انا بسال حضرتك مين محمد علي علي؟ انت بتزعقيلي كده ليه؟ ما تزعقيليش عشان تسمعي. اوعي. اوعي من ايه؟ اوعي لما اقول لك. يعني اقول اعمل ايه؟ طب وحضرتك هو بيشتغل ايه؟ لو قلت لك هتتبطي وتتحطي وتسكتي. يعني ايه اتبط؟ انا وانت بتسأليني ليه؟ بسالك عايز اعرف. عايزه ايه حضرتك؟ عايز اعرف محمد علي علي بيشتغل ايه؟ كابتن يا مدام انا بكلمك، عيب واحده في سني بتعمل كده. مين بحرقي لي كده ليه؟ بصلي بعظمه كده ليه؟ عايز اعرف هو شغال ايه؟ شغال حلواني ومتجوز البنت دي كمان. متجوز الجربوعه دي؟ ده جوزي انا. جوزك انت؟ ايوه جوزي انا. دي جربوعه. انا هفلت قصاده النهارده. يا اختي يا حلوه يا حبيبه تيتا يا غاليه. ايوه يا محمد، عايزاك حالا دلوقتي في الكوافير عشان فين سيبه. سيب شغلك وتعالى. ازيك يا طنط دوده؟ طنط دوده؟ طنط دوده يا محمد يا علي يا علي؟ اهو محمد علي علي. طلع دي. طلع مين؟ ده مش جوزي. مش مين؟ مش جوزي. باب باب مقفول. انت اللي بره. باب. انت اللي هنا؟ مفيش حد موجود هنا؟ يا كام ده ولا مطعم؟ دلوقتي اوامرك ايه يا باشا؟ عايزين نروح. ايوه معلش عايزين. انت هتنام وهتنام لنا جنب بالك، عايزين نروح. ما احنا هنروح كلنا يا باشا. يعني هنبات احنا؟ انتوا بايتين في المحل، انا هنبات احنا؟ انا هقول لحضرتك. دكان ده ولا مطعم؟ انا جاي اتعشى وامشي. عايزين نخرج، عايزين نروح. ما تخليش الراجل ده يزعقني. مالكش دعوه بالراجل ده، تعالى في عليا المخلوبه دي. بيزعقني لحضرتك. معلش يا زعق من حاجه زعق. لا انا كنت دفعت فلوس عاوز اروح. لو انت بقيت في المحل عاوزين نروح احنا. انت عارف ان ده بايد حضرتك وانا مانع. انت مش شغال هنا؟ لا انا شغال هنا بس انا مش بمانع. عارف كل حاجه، افتح لنا الباب بدل ما اكسره على دماغك. هقول لحضرتك. اكسره على دماغك. مين اللي معاه المفتاح؟ ريمون. وفين هو ريمون؟ في البيت حضرتك. طب هجيبه منين ريمون؟ افتح لنا الباب انت اتكسر. هتفتح الباب ولا بلغ البوليس دلوقتي؟ ونخلص بالتليفون، خلينا نمشي من هنا يا عم الحاج. ايوه مش ريمون. ليون دي يهدد الفستان. هيقول له ريمون وهيقول له بتاعه وهيقول له مش عارف ايه. بص يا عم الله يخرب بيتك، خلص. هقول لك على كلمه. بقول لك خلص. هقول لك على بقول لك خلص. هات التليفون. هقول لك هات التليفون. هات التليفون. هكمل معاك. انت راجل كبير. هات التليفون. كمل مع ريمون عشان نخلص. حضرتك الكارت الخط مفتوح. حاضر يا بيه. اصل القرعه تتباهى بشعر بنت اختك. بلا قرعه بلا خرعه. ايه اللي جاب القرعه هنا في المطعم ده؟ بس هات التليفون لو سمحت. بيقول لحضرتك ممكن يجي. اقفل التليفون. ممكن يجي يفتح لكم. من هيجي يفتح لكم؟ ده انت ده الساعه 7. هتفتح الباب ولا مش هتفتح الباب؟ هنا في تكييف حضرتك جوه. ما ينفعش. مش عايزينه. طب في بالي ممكن. ما يلزمناش، عايزين نروح. قوم افتح الباب. احنا كل حاجه في بيتنا. قوم افتح الباب لو سمحت. عايزين الباب يتفتح ولا نكسره؟ طب ثانيه واحده، ولا نكسره ولا حاجه بقى. انا هكلم مشو بيه باص. حضرتك اهلاوي بقى ولا زملكاوي؟ زملكاوي. اجدع ناس يا باشا، اجدع ناس. زملكاوي. ايوه زملكاوي. في حاجه ولا ايه؟ ولا في حاجه ولا في حاجه خالص. ايه يا عم خد هنا، انت رايح فين؟ طب فهمني، انا عايز اعرف امشي ازاي. قوم انت واحد ندهوله. ده راجل شران. يا شران ازاي يعني؟ وانا امشي ازاي كده؟ ما تفهمني. انا ابويا جزار وعيلتي كلها جزارين. في ايه؟ احنا يا عم ملناش دعوه، ما نعرفوش. احنا شراني. طيب احنا طب ازاي يعني؟ يعني عايز اعرف ازاي. انا مال انا؟ طيب ازاي يعني؟ انا مال انا؟ طيب يعني عايز اروح ازاي؟ امشي ازاي؟ ما تكلمني يا عم. قول لي في مش حافظت امك. هقعد عليك يا عم. معرفوش. امال ايه؟ امال ايه؟ انا معرفوش. امال ايه هتصح؟ انا معرفوش. امال ايه؟ ما كسبتوني ليه كده؟ عشان قلت زملكاوي؟ عامل دلوقتي مفيش حاجه يا ابني. قوم اعمل اي حاجه، هات شاكوش اي حاجه. خلصني يا عم في الموضوع ده. بس مش كفايه بقى دغدغتني خالص؟ مش انت كبير الليله دي؟ انا ما عنديش ذنب. انا بقول لك ازاي يعني؟ انا بقول لك راجل شران. راجل شران ازاي يعني يا عم؟ بقول لك انا عايز اعرف شران ازاي. هتخليني ماشي كده على طول يعني؟ طب انا مالي؟ ما تدور ماشي ازاي يعني؟ اعمل ايه؟ ما انت كبيرهم كلهم وعارفهم. لا انا مش كبير. لا انا عندي احساس اللي انت عارفه. مش كبيرهم يا
انا ما اعرفش حاجه. ازاي يعني؟ انا بقول لك ما اعرفش حاجه. ازاي ما تعرفش؟ انا عارف انت معاك المفتاح. في ايه؟ في ايه؟ واحد ربطني وماشي وهو ده عارف ان فين معاه مفتاح. قوم يا جابر قوم، انا صاحب الحاجه دي كلها. انا ساعدك، قوم انا ساعدك اهو. الحمد لله. ده انت وحش الوحوش. انت عايز افهم بس، تعرف تحكي لي حكايه من الاول؟ قول لي ايه اللي حصل. انا جيت لمعت الجزمه منه. انت جيت ايه؟ جيت لمعت الجزمه لقيته فاضي. ايه؟ فبقول له انا زمالك. بيقول لي انت بتشجع ايه؟ بقول له بشجع الزمالك. ليه؟ ليه ايه يعني؟ ليه تقول له كده؟ ليه يعني؟ عايز اعرف. ما هو انت هتعرف. الله، يعني انت ما حسيتش ان هو اهلاوي؟ ما اعرفش ليه هو كاتب على ظهره. بص هقول لك على كلمه باختصار. خالي وخالتك وتفرجوا الخلايا. ايه خالي وخالتك وتفرجوا حاجات دي في فرح؟ واد غلبان ودماغه طاقه على نفسه يا عم. امال علينا امال رجلينا دي نعمل ايه؟ هقول لك على كلمه نحل الموضوع. خد الصندوق ب 500 جنيه بالبضاعه اللي فيه. ليه اعمله ايه؟ احطه عندنا في المطبخ؟ احنا جزارين يا عم. طب انا اجيب مفتاح منين؟ يعني اعمل ايه يعني؟ اخدك على عربيه نص نجل ونروح عند ميكانيكي. ليه؟ بقرة انا هتوديها وتفسحها ولا ايه؟ وديتني للسباك والنجار ونقاش ولا وديتني هنا ولا ايه؟ عمال تفسحني يمين وشمال وخلاص. طب انا بقول لك اشتري الصندوق. فيه ايه؟ اشتري ايه بس وزفت ايه؟ انا عايز اخرج من هنا وخلاص. خلاص هعمل لك حل جميل. ماشي يعني وريني الحل ده اخره معاك ايه؟ وريني رجلك. اهو ارفع رجلك، ارفع رجلك. ده خف جمل، ده مش رجل يا راجل. اهي اديني ايه؟ فتحتها لك اهي. انت سايبني كده قاعد من الصبح وقاعد ومربوط في رجلي ومعاك المفتاح يا اخي؟ ايه ده يا ابني؟ خلاص. طب بص بص بص. ايه ده يا اخي؟ هفهمك هفهمك. امال ايه؟ طب فهمني. هفهمك. ايه اسمك؟ ايه؟ هاني. هاني، ممكن اديك هديه لو تكرمت تقبلها مني؟ يعني ورده، عشان انت اخلاقك محترم. ممكن تطلعني على الحجر ده؟ شايفه؟ ايوه. عايزك بس تقراهولي عشان فؤاد ابني في المصنع دلوقتي، ف تقراه له عقبال ما يجي. بس ماشي. حاضر، يجي بالسلامة. وحشتيني قوي قوي. ايه ده؟ وحشتيني قوي قوي. الله يخليك الله يخليك. مشي. الدنيا ملهاش طعم من غيرك. الدنيا ايه؟ ملهاش طعم من غيرك. ايه تاني حضرتك؟ الدنيا ملهاش طعم من غيرك. ايوه ايوه. بحبك قوي قوي. مش سامعة دي. بحبك قوي. وانا بعوم في حتة دخل في ودني الشمال تحلب، فسمع سمع قال شويه. سلامة. اخر حاجه ايه؟ بحبك قوي. ايه؟ بحبك قوي. حبني قوي. يا خبر، يا نهار. ابني فؤاد وصاحبه. مش انت اللي قلت لي وانا معدي اقرا الجواب وخد الورده دي عشان انت انسان مهذب؟ انت يا هاني منين هبلد يا هاني؟ انا اصلا من الصعيد وجاي هنا عند جماعه قرايبي اصلا. هو قال لي كده، انا مش سعيد وعايز اعيش معاكي على سنه الله ورسوله. رسول الله والله ورسوله. ايه يا ستي؟ انا نازله لكم. مش انا وانا معدي انت بتناديني حضرتك؟ وانت معدي بتناديني بتقولي لي اقرا الجواب عشان ابني في اسطوره. انا قلت لك ايه؟ اقرا زفت الجواب وخد الورده. احنا واقفين بنتكلم وبنتفاهم. طب ما تقول لهم الصراحه، حرام عليك. طب انت تعرفيني ولا عايز اعرفك انا؟ هاني 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 هاني، انا مش عايزاك تقول لي قيمتي قدام ابني. يعني ده جزائي عشان عملت معاكي معروف؟ ايه هو بقى؟ ايه ده؟ ايه معروف؟ يعني قريت لك يعني عملت فيك خير. جبت خروف ايه وخروف ايه؟ عملت فيك خير. جون ريفاجيتي في تباص. يا ست جون ايه وبتاع؟ انا عايز امشي. انت عارف هو راح فين دلوقتي؟ راح فين؟ نسيبه، ماليش دعوه. راح يجيب المأذون. مأذون لمين؟ انت مجنونه؟ احنا الاثنين. اوعي يا ست مجنونه. تتكلمي ازاي؟ مش هنتجوز. يا لهوي يا ست. اوعي ابني. اوعي يا ست. ابني وجوزي بيتخانقوا مع بعض. ابني وجوزي بيتخانقوا مع بعض. مين؟ سو لطفي؟ لطفي؟ انت مش لطفي؟ لا مش لطفي. لا مؤاخذة يا ابني، أصل أنا عندي شعرة، ساعة تروح وساعة تيجي، ساعة تروح وساعة تيجي، ها! ساعة تروح وساعة تيجي، راحت. راحت إيه؟ أنت هتتجنن عليا ولا إيه؟ في إيه؟ خدتها جد يابا، إحنا بنمثل يابا. مثل؟ أه بنمثل الكاميرا. كاميرا؟ بتمثل إيه يعني؟ أستاذ إبراهيم النصر. فين هو الأستاذ إبراهيم؟ كان واقف هنا دلوقتي. اللي هيلبس واحده ست والله وهيجي. مش هسيبك. طب سيبني انا هروح اجيب واجب. لا مش هسيبك. طب سيبني هروح اجيب واجب. لا مش هسيبك. وهيلبس واحده ست والله. مش هسيبك انا. لا لا. اقول للاستاذ ابراهيم جه اهو. يخرب بيتك. يا نهار ابيض. دلعتني شعري بقى. والله يا معلم ما اعرف، ده هو قال لي هلبس واحده ست وهيجي عشان كده خلعت مين منه. هو ده؟ استاذ ابراهيم نصر. مين ابراهيم زفت ده؟ بتاع البرنامج. برنامج ايه؟ الله يقطعك تاكل البرنامج. والله ما اعرف يا معلم. انا ايه؟ حد يعمل كده؟
في حرمه. انا اسف يا معلم، مش هعمل كده تاني. ده فعل فاضح يا ابني في الطريق العام. والله ابراهيم نصر ده اللي عمل كده. يخرب بيت براهيم نصر ده، وايه اللي انت لابسه ده؟ خد يا ولية، ايه اللي انت لابسه الريش ده والبتاع اللي معفر على دماغك ده؟ هو اللي يلبس ريش كده اهو، واول ما واحد عدى عليك خبطوه بالجرنان وقول له مين سلوت فيه، هيقول لك انا مش لطفي. قول له لا مؤاخذه يا ابني، اصل انا عندي شعره ساعه تروح وساعه تيجي. انت شددت الست دي ليه؟ ما اعرفش، انا افتكر استاذ ابراهيم نصر قال هلبس ست وهيجي هنا، هو اللي قال لي كده. ابراهيم نصر ده شكله ايه يعني؟ جسمه مليان كده وتخين، نفس الشكل كده بالظبط، ولا لما اجي لك شد الباروك على طول. طب جيبه يا عم، هيروح فين؟ قول بالظبط كنت بتقول ايه؟ قال لي اي واحد عدى من قدامك امسك الجرنان واخبطه على ظهره. خبطناه على ظهره. هروح باصص عليه بخده كده اهو. ايوه. هتقول له مين؟ سلطفي؟ ايوه. هيقول لك انا مش لطفي يا عم. قول له لا مؤاخذه يا ابني، اصل انا عندي شعره ساعة تروح وساعة تيجي، ساعة تروح وساعة تيجي، ساعة تروح. راحت. انا ما فهمتش منك حاجة خالص، وعايز افهم يعني ايه في الاخر دي. زي اسماعيل ياسين في الفيلم. فيلم ايه؟ فيلم بتاع راحت. اقول له استاذ ابراهيم جه اهو. قول لهم بقى يا استاذ ابراهيم، قول لهم على كل اللي حصل. قول يا استاذ ابراهيم نصر كان اهو اهو. ليه كده؟ ده نفس القميص ونفس النضاره ونفس الكاسكيته. وانت بتشده ليه؟ هو ده ابراهيم؟ لا امسك يا عم، ده ابراهيم. لا مش هو. طب بتشد ليه دجنه الراجل؟ انا افتكر ركب شنب ودقنه جاي. اللي انت بتعمله ده يوديك في 60 ده. هو اللي خلاني عملت كده. دلوقتي زي ما انت لابس ريش وراضي تلبس على دماغك ده وعلى رجليك ده كاكي زي الفراخ. لو كاكي تمشي؟ كات كاكي وتمشي. كاكي يا معلم، بس تسيبنا امشي على طول. كاكي يا اخوي. كوكو كوكو. اسم الله يا اخويا، اسم الله يا اخويا حبيبي. قلت ايه؟ كوكو كوكو. يا حنين، انا مش متكيف منها. كوكو كوكو شو شو، يلا نسمعها. يلا وهمشي على طول يا معلم. وتمشي، مش هنشوفك تاني في الحته دي كلها. كوكو كوكو شو شو، كوكو كوكو شو شو، كوكو كوكو شو شو، كوكو كوكو شو شو، كوكو كوكو شو شو.